سنتر. سيدي رئيس المجلس، السادة أعضاء لجنة التحكيم الموقرة، زملائي في فريقي المعارضة والموالاة، سلام الله عليكم جميعا. سيدي رئيس المجلس، اليوم المشكل المطروح أمامنا ما يشهده المجتمع الدولي ودول العالم من كوارث وأنظمة استبدادية وديكتاتوريات قمعت الشعوب وقتلت آلاف الأشخاص من الأبرياء وشردت الملايين. أعداد اللاجئين في العالم من ويلات الأنظمة الدكتاتورية كالمشردين من ضحايا النظام السوري والعديد الأنظمة الأخرى فات 100 مليون حول العالم في آخر الإحصائيات الأممية. سيدي رئيس المجلس، في هذا في إطار هذه المآسي التي يعيشها المجتمع الدولي تتنزل قضية مجلسنا الكريم اليوم الذي يدعو وبشكل واضح إلى أنه يجب على الغرب تقديم الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية، ونحن كفريق موالاة نرى أنه قرار سديد وصحيح، وهو يسمح لنا بالتقدم وبإحلال السلم وفرض السلم في هذا المجتمع. نبدأ أولا بتعريف اصطلاحي لما نعني بتقديم الدعم المادي والعسكري. الدعم المادي نعني الأموال التي تسمح بالعمليات الإنسانية، تسمح بتوفير الغذاء والمال في حالات القمع، في حالات التشريد. نعني بالدعم العسكري السلاح الذي يسمح في حالة نظام يواجهك بأعتى أشكال القمع أن تواجهه وأن تسعى إلى الحصول على حريتك. نعني بالجماعات المعارضة للأنظمة القمعية بشكل واضح، هي الجماعات التي تسعى إلى إحلال الديمقراطية لا غيرها، الجماعات التي تسعى لإحلال الديمقراطية. سيدي رئيس المجلس، غايتنا وهدفنا إقامة الحجة ودعم أطروحة المجلس انطلاقا من مبدأ عام، ألا وهو حماية الإنسان، أن قضية أن هذا الحل تقديم الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية هو حماية للإنسان وطريق للديمقراطية وللسلم العالمي. وهدفنا الذي لا حياد عنه هو إحلال الديمقراطية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان. طيب، سنتناول كفريق موالاة هذا الموضوع من 3 محاور أساسية. المحور الأول هو المحور السياسي، المحور الثاني هو المحور الإنساني، ثم في الأخير نختم بمحور حقوقي. أتناول أنا محدثكم الأول وبكل تواضع محورا سياسيا بامتياز. أبدأ سيدي الكريم في محور السياسي بحجتي التي منطقها يقول أن على الدول الغربية بالذات نشر حقوق الإنسان وفرض احترام حقوق الإنسان على الأنظمة القمعية وإسقاطها. لماذا الدول الغربية بالذات سيدي الكريم؟ لأن الدول الغربية هي هذه الدول المتشبعة بالأفكار الديمقراطية وبحقوق الإنسان، وهي الدول التي تفهم قيمة الإنسان وتعرف ويلات عدم تطبيق حقوق الإنسان وما تسببه من كوارث. تفضل. أليست الدول الغربية هي التي أعطتنا غوانتنامو على سبيل المثال؟ ألم تعطينا؟ شكرا شكرا شكرا. طيب، إذا كانت هناك إخلالات في الدول الغربية، الفرق بيننا وبينهم أنهم يقومون بمعالجتهم إخلالاتهم، وهذا من محاسنهم وليس من نقائصهم. أمر سيدي الكريم، لماذا الأنظمة الغربية عليها دعم الحقوق الإنسان ونشرها والقضاء على الأنظمة القمعية ودعم المعارضة التي تؤمن بالديمقراطية وتكوينها قبل أن تصبح حتى أن تكون هي البديل على ذلك النظام لإحلال الديمقراطية في تلك الدول؟ لماذا؟ لأن الدول الغربية عاشت في السابق وتعرف أن الأنظمة الشمولية هي كارثة على شعبها وعلى كل المنطقة. أضرب مثلا هتلر، ألمانيا النازية نظام شمولي ديكتاتوري، نظام قمع شعبه، فقر شعبه، نظام بعد أن ركع شعبه بدأ يجتاح كل الدول المجاورة. تفضل بالجلوس. بدأ يجتاح كل الدول المجاورة، لم يكتفي بقمع شعبه، بل حين تمكن من قمع شعبه بدأ يجتاح وينشر ثقافة الموت في كل البلدان المحيطة به. مثال آخر ليس ببعيد عنا، نظام صدام حسين في عندما فرض الدكتاتورية في بلاده وقمع كل معارضيه وفرض وقام بعمليات بالمجازر عديدة، لم يكتفي بذلك، اجتاح الكويت. إذن الأنظمة القمعية إن تركناها تقمع شعوبها وتقوم بالاعتداء على الإنسانية
فهي ستقوم بضرب كل الأمم وليس أمتها فقط، فهي خطر وأعيد على كل دول المنطقة وعلى كل المنطقة التي تكون قريبة لها. هذا تفضل بالجلوس لحظة. طيب، هذا كله يبين كما ذكرنا أنه يجب علينا اليوم العمل على تطبيق مبدأ، ألا وهو حماية الإنسان، أن هذا الحل الذي طرحه المجلس والذي نتبناه كفريق كفريق موالاة، أعيد وأذكر أننا نتبنى هذا الحل، هو حماية للإنسان، أي الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة، حماية للإنسان وطريق للديمقراطية وللسلم العالمي. تفضل. وليس إحلال الديمقراطية بالقوة وفرضها يناقض مبدأ الديمقراطية في ذاته صديقي؟ طيب، لم نقل إحلال الديمقراطية بالقوة، لم أتحدث عن تدخل عسكري أجنبي، تحدثت عن الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة في البلاد. الجماعات المعارضة سيدي الكريم تتحرك عندما يحصل لها منسوب من الوعي، وعندما تراكم تجارب عدة. لم تأتي أي حركة معارضة من فراغ، كل حركات المعارضة كانت نتيجة عن تراكمات ودورات تكوينية وتشبع بالفكر حقوق الإنسان وفكر الديمقراطية قبل أن سعت إلى الإطاحة بالأنظمة القمعية ومحاربتها. وليست كل المعارضات معارضات مسلحة، فبالبداية يبدأون بالحل السلمي، لكن إذا كان النظام بشعا ووحشا فعلينا محاربته بكل ما أتيح من أسلحة لإسقاطه وفرض السلم. سيدي رئيس المجلس، أحوصل فأقول أنني كمتحدث أول من فريق الموالاة سيدي الكريم تناولت محورا سياسيا بامتياز، بينت أنه على الدول الغربية فرض الديمقراطية ومساندة المعارضات بالمال وبالسلاح وبكل ما أمكن من قوة حسب طبيعة النظام، وذلك لفرض السلم الدولي انطلاقا. هذا كله إيماننا بهذا الحل الذي اقترحه المجلس يأتي انطلاقا من مبدأ نعم أن إحلال الديمقراطية أنه يجب إحلال الديمقراطية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان، وهدفنا أعيد وأكرر هو حماية الإنسان وإحلال الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان في جميع المجتمعات. سيتناول زميلي محورا بعد قليل إنسانيا ومحورا حقوقيا، والسلام عليكم ورحمة الله. سيدي رئيس الجلسة، السادة المحكمون الأفاضل، الإخوة في فريقي الموالاة والمعارضة، الجمهور الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وطابت جميع أوقاتكم بخير. نلتقي اليوم لنبحث قضية هامة وجدية، تلك هي قضية المجلس التي نص فيها على أنه يعتقد بأنه يجب على الغرب تقديم الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية. ونحن نوضح ونؤكد في فريق المعارضة أننا نعارض هذا القرار جملة وتفصيلا، هادفين من ذلك إلى بيان وإثبات أن هذا الدعم المادي والعسكري المقدم من جهة الغرب إنما يضر بالأمن والاستقرار الدوليين. ستتلخص حججنا في أربعة حجج. حجة أولى متعلقة بمسألة السيادة الدولية وأن هذا الدعم إنما ينتهكها تماما، ثم حجة تالية تتحدث عن محور أن الغرب بالذات هو ليس طرفا مؤهلا لهذه المهمة، ثم حجة ثالثة متعلقة بأن الدعم المادي والعسكري ها هنا إنما يدفع باتجاه تأزيم الوضع بدلا عن إصلاحه، وحجة رابعة تتحدث عن طبيعة هذه الجماعات المعارضة وأننا لا نضمن أنها ستوفي بهذه الاحتياجات أو أنها قد تسير مسارا آخر. قبل أن أذلف إلى الحجتين اللتين سأتحدث عنهما، سأحاول التعريج على ما تحدث به المتحدث الأول من فريق الموالاة. قالوا بأنهم في هدفهم يريدون الحفاظ على السلم والأمن العالميين وعلى الديمقراطية، وتحدثوا في محور سياسي ولم نجده محورا سياسيا البتة، تحدثوا ببراءة عجيبة. قالوا بأن الدول الغربية هي المؤهلة لأنها هي الأكثر ديمقراطية، ونحن نتعجب ها هنا إنهم ينفون تماما ما نعلمه جميعا أن هذه الدول إنما لديها أجندة واضحة وأنها إنما تتحرك وفقا لهذه الأجندة وفقا لهذه المصالح، ونعلم جيدا الحالات
التي يعني برزت حالة كحالة ليبيا على سبيل المثال، وماذا حدث فيها من بعد ذلك. نحن نعلم تماما أن هذه الدول تتحرك لمصالحها وأنها ليست جهات مؤهلة لنثق فيها. تحدث كذلك عن أن هذه الأنظمة الدكتاتورية كارثية على أهلها وعلى المنطقة، وضرب مثالا بالعراق. ونحن نعلم أيها السادة ما حدث في العراق، نحن نعلم ما جلبته الحرب على العراق أيها السادة، يعني أي دمار وأي فساد يعيش فيه العراق هذا اليوم، والذي جلبه عليه الغرب أيها السادة بحجة أنه حامل الحرية والمدافع عن الديمقراطية في العالم، علما بأننا كان واضحا بالنسبة لنا جميعا أنه كان يبحث عن مصالحه وعن منابع النفط في المنطقة. تحدث كذلك عن أن هذا الدعم إنما سيكون لهذه الجماعات المعارضة، ويعني ردنا عليه ها هنا واضح كما بينا أن ثمة أجندة لتلك الدول وأنها مختلة المعايير أصلا ولا تدعم لهذا الغرض. أضف الآن إلى حججي التي أوكلت إلي. في حجتنا الأولى نؤكد في فريق المعارضة أن النظام الدولي أيها السادة إنما يقوم بالأساس على مبدأ السيادة الدولية. عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وأقرت هذه الدول المبادئ الأساسية للأمن والسلم العالميين، قد أقرت أن هذه الدول تقوم على مبدأ السيادة. لا يجوز لدولة بحال من الأحوال أن تتدخل في أمن واستقرار دولة أخرى، أو أن تدعم طرفا يصنف قانونيا بأنه طرف خارج على الدولة وأنه طرف مارق ومتمرد عليها. وبالتالي فإن هذا الأمر يتناقض تماما مع هذا الذي يدعون إليه هاهنا ومع قضية المجلس التي طرحت. إن دعم هذه المعارضة بأي حجة كانت إنما يقوم بتقويض هذا النظام العالمي كله. إنه يفتح الباب تماما لأن تدعم كل دولة معارضة الدولة التالية، وأن يعني تنشب الحروب بين هذه الدول، ويدفعنا باتجاه أمر غير محمود العواقب البتة. تفضل بمداخلتك. تحدثت عن الأمم المتحدة وعلى أنه لا يوجد أي تدخل أجنبي وشرعا دوليا، أقول لك أن ماذا يفعل مجلس الأمن؟ ما هي قراراته؟ شكرا جزيلا. نحن نقول أن النظام العالمي إنما يقوم على أمر على سيادة الدول. أكدنا على هذه الفكرة تماما، ونقول بأن أي تدخل سواء تم تبريره في مجلس الأمن، ونحن نعلم أن مجلس الأمن إنما يقوم على قوة الدول الكبرى وعلى أجندتها التي تمررها هناك، وبالتالي فلا يمكننا الاستدلال بهذه الحالة. هذه حالة نحن نرفضها تماما، ولن أقرها مجلس الأمن كذلك. أرجو أن يكون ذلك واضح لفريق الموالاة. أما في حجتنا التالية فنحن نتحدث عن أن الغرب بالذات ليس مؤهلا ليقوم بهذه المهمة. لقد علمتنا تجربتنا الطويلة مع هذه الدول الغربية أنها دول لا تتحرك إلا لمصالحها الخاصة، وأنها دول مختلة المعايير، أنها دول تدعم حينما تكون لها مصلحة معك، ويعني تدفع باتجاهك إلى الحرب حينما يعني تتعارض مصالحها معك، ونحن نعلم ذلك جيدا، ونرى هذا التناقض في كل يوم. إنها تدعم دوما ولا تنظر إلى أنها هل هي قمعية أم لا، وتتغاضى تماما عن كل تعاملاتها مع هذه المعارضات سواء كانت سلمية أو غير سلمية، لكنها في حالات أخرى تتحرك وتتقدم وتدعو العالم جميعا لأن يقف في هذه الحالة بالذات، لأنها حالة يعني تتعارض مع الحرية والديمقراطية، وذلك اختلال واضح في المعايير. إن الغرب أيها السادة كما هو واضح للجميع وكما يعلم كل صاحب لب فطن أنه يتحرك لمصالحه ولأجندته، وبالتالي فإننا هاهنا حينما نقر هذه القضية فإننا نعرض الأمن والسلم العالميين للاختلال ونسمح شكرا جزيلا. فإننا حينما نقر هذا الأمر فإننا نفتح الباب تماما لهذه الدول صاحبة الأجندة بأن تعبث في أراضينا وتعبث بسيادة الدول وتقيم الحروب وتبعث على الحروب الأهلية، وكل ذلك لمصالحها الخاصة، وليس ثمة أي ارتباط بين مسألة إحلال السلم أو الديمقراطية كما ادعى فريق الموالاة. أيها السيدات والسادة، تحدثت في حجتين، حجة متعلقة بأن هذا الدعم إنما هو انتهاك صريح لمبدأ سيادة الدول والذي يقوم عليه النظام العالمي، وأن ذلك إنما يقوض هذا النظام بالكلية ويدفعنا باتجاه الحروب الكارثية والكبرى. ثم تحدثت في حجة ثانية متعلقة بحالة الغرب بالذات، وأنه ليس مؤهلا أبدا للقيام بهذه المهمة، وأنه صاحب أجندة، وذكرت مثالا هاهنا بحالة ليبيا وما وصلنا إليه من دمار وخراب، وأن هذه الحالة ليست أبدا تدفعنا باتجاه تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
هذا الأمر يجب أن يتوقف، ويجب أن لا نقر، ويجب أن نقف تجاهه وقفة واحدة. ولكم الحكم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي رئيس الجلسة، السادة أعضاء لجنة التحكيم الموقرة، زملائي وزميلاتي من فريقي المعارضة والموالاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإننا في فريق الموالاة نؤكد من جديد على تشبثنا بموقفنا المبدئي الموالي لأطروحة المجلس اليوم القائلة بأنه يعتقد أنه يجب على الغرب تقديم الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية، منطلقين من مبدأ عام أساسي، ألا وهو أن الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية حماية للإنسان وطريق للديمقراطية والسلم العالمي. وهدفنا من ذلك الذي رسمناه منذ البداية وأعلنا عنه، ألا وهو إحلال الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان، ومثبتين ذلك بمجموعة من الحجج بدأها صديقنا المتحدث الأول من خلال محور سياسي، وأمر أنا لاحقا شرحا وتحليلا إلى محورين اثنين، أولهما محور إنساني وأختم بمحور حقوقي بامتياز. ولكن قبل ذلك نجد أنفسنا مرغمين على الرد على المغالطات، وليست الحجج بل هي مغالطات التي قدمها فريق المعارضة، بدأها حين قال أن الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة هو انتهاك لسيادة الدول. ولكن هل لنا أن نرجع لمفهوم الدولة؟ الدولة يا سادتي هي سلطة وإقليم وشعب. إن انتفى الشعب، إن كان هذا الشعب يعيش تحت القمع، إن كان هذا الشعب مدفونا، فعن أي دولة نتحدث؟ وعن أي سيادة نتحدث؟ داخل. سأخذك لاحقا. ضرب مثال العراق. مثال العراق مثال خاطئ. في العراق ما حدث ليس دعما ماديا وعسكريا للجماعات المعارضة، وإنما تدخل عسكري على الميدان. موضوعنا اليوم هو الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة. تتساءل من السبب فيما يحدث في العراق؟ أقول لك أن النظام الدكتاتوري بقيادة صدام هو السبب فيما يحدث في العراق اليوم، حينما كرس الطائفية. هذا ما تفعله الأنظمة القمعية، وهذا ما جنته على شعوبها. قال أن الغرب يخدم أجندات ومصالح خاصة. يا سيد الكريم، إن كانت هذه الأجندات والمصالح الخاصة ستنقذ الشعوب من انتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وإن كانت ستنشر الديمقراطية، فبهذه الأجندات فمرحبا بهذه الأجندات. أما الآن سأخذك لاحقا، أما الآن فأمر إلى تناول حججنا وأنطلق من محور إنساني بامتياز. منطوق حجتنا فيه يقول أن الأنظمة القمعية تنتهك حقوق الإنسان، ومن واجب الغرب إيقاف هذه الانتهاكات. فانطلاقا من واقع تنتشر فيه الأنظمة القمعية التي تمارس شتى أنواع الانتهاكات ضد معارضيها وتحرمهم من أبسط حقوقهم، وهؤلاء المعارضين يجدون أنفسهم عزلا في مواجهة أنظمة دكتاتورية تملك كل الوسائل لتقمعهم ولتنتهكهم، فمن واجب الغرب إذن تعديل ميزان القوة وحماية الذات البشرية. هذه الذات البشرية التي نعتبرها في فريق الموالاة ذاتا مقدسة ولا ينبغي أبدا المس بها. مداخلة. تفضلي. أين حماية الذات البشرية عندما تقدم الإمداد العسكري للمعارضة لكي تغذي الحروب الأهلية؟ وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. الحماية الإنسان من خلال تعديل ميزان القوة، حينما يصبح للمعارض يصبح سلاح ودعم مادي يحمي به نفسه ويستطيع به الرد على هذه الأنظمة الدكتاتورية، هنالك يستطيع حماية نفسه وحماية الذات البشرية. الدليل على ذلك من واقعنا ومثالنا حي. كل المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية في كل تقاريرها
تصنف البلدان العربية وتصنف البلدان العربية والتي ليست في الغرب، بل تصنف البلدان الغربية كأنظمة ديمقراطية لا تنتهك حقوق الإنسان، في حين تصنف العديد من الأنظمة الديمقراطية في ذيل وفي أكثر في أشنع هذه الأنظمة وأكثرها دكتاتورية وانتهاكا لحقوق الإنسان. وبالتالي على هذا العالم الغربي الذي انتهى من هذه المهمة ألا وهو إحلال السلام وهذه مهمته أن يحل مبادئ حقوق الإنسان في هذه الدول. أمر الآن إلى محورنا الحقوقي، ومنطوق حجتنا فيه يقول أن الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة تكريس لحق الشعوب في العيش في سلام، وهذا حق أساسي، إذ أن أكبر تهديد للسلم في المنطقة في الفترة الحالية من هو وما هو؟ هو الإرهاب. ومن فرخ لنا هذا الإرهاب؟ إنها هذه الأنظمة القمعية والأنظمة الدكتاتورية من فرخت لنا هذا الإرهاب. أكيد تتساءلون كيف؟ حينما قمعت أبسط الحقوق، سأخذك لاحقا، حينما منعت حق التعبير إلى ما ذلت، وحينما قمعت معارضين وقمعت الأحزاب السياسية، لا يوجد حياة مدنية تحت ظل هذه الأنظمة القمعية، إلى ماذا التجأ الشباب؟ إلى التغيير بالعنف وإلى التطرف. إذن فالأنظمة القمعية هي خطر على السلم في المنطقة ويجب إزالتها ويجب محوها. دليل على ذلك أتي من البلد الذي جئت منه، من تونس. هذا البلد الصغير الذي فيه 10 ملايين نسمة، هذا آلاف، أكبر نسبة في سوريا وفي بؤر التوتر تأتي من هذا البلد. لماذا؟ لأن هذا الشباب تربى في ظل نظام دكتاتوري، كان لا يجد أي منفذ للتعبير، فكان يهاجر لبؤر التوتر، وهذا قديم قدم هذه الأنظمة. أحاصل فأقول أن حججنا انطلقت من مبدأ عام واضح وصريح، ألا وهو أن الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية حماية للإنسان وطريق للديمقراطية والسلم العالمي. وكل حججنا المتنوعة التي سردناها كانت تخدم هدفا وضعناه صلب أعيننا منذ البداية، ألا وهو إحلال الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يكن للعدل في الأرض وجود فليكن دمنا هو المقياس، إن تكن السماء مقابلا للأرض فلتكن الدماء مقابلا للعدل، قال الله كونوا ثم كنا. سيدي رئيس المجلس، السادة أعضاء المجلس، زملائي في فريقي الموالاة والمعارضة، الجمهور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف أمامكم اليوم لنعارض قضية المجلس التي تقول ويعتقد فيها أن على الغرب أن يدعم أن يقدم الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة في الأنظمة للأنظمة القمعية. تحدثنا عن أو استلخصت استراتيجيتنا في 4 حجج. تحدث صديقي عن 2، الأولى تتعلق بمفهوم سيادة الدول الذي أقرت عليه هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية، والنقطة الثانية أن الغرب في ذاته ليس أهلا للصيغة وأنه يقوم على أجندة يتبعها هو بنفسه. سألج أنا إلى المحورين الخاصين بي، لكن قبل ذلك سأعرج على ما قاله صديقي في فريقي الموالاة. تحدث في محور إنساني أن هنالك انتهاكا للحقوق، وتحدث أن على الغرب أن يقوم بالتدخل لمحاربة هذا الانتهاك ولفرض الديمقراطية بالقوة. وهنا أخبرك صديقي ابتداء أن الديمقراطية لا يمكن أن تفرض بالقوة، وأن هذه الشعوب قادرة على إحلال هذه الديمقراطية بذاتها وبدون أي تدخل عسكري. وأضرب لك مثالا بدولتك صديقي تونس على سبيل المثال، قامت بتغيير هذا الوضع دون شكرا صديقي، قامت بتغيير دون تدخل ودون أي شيء بأمر سلمي. مصر على سبيل المثال قامت أيضا بالتغيير بأمر سلمي تماما. فالتغيير لهذه الأنظمة القمعية لا يتطلب إطلاقا أن يكون هنالك تدخل عسكري خارجي، وأن يقدم أيضا للمعارضة فقط، وهم يتحدثون أن هذه المعارضة تمثل الشعب جميعا. أنتم على سبيل المثال إن قمتم بتبني هذا الأمر فأنتم تقولون بأنه يجب على الغرب أن يتدخل في البحرين. البحرين أصدقائي أيضا هو نظام ليس ديمقراطي، لكن الوضع فيه مستقر تماما.
لماذا علينا الشعوب إن كانت ترضى بهذه الأوضاع؟ لماذا تقر بأنه يجب أن نتدخل في هذه الشعوب وأن نفرض عليها أمرا هي لا تريده إطلاقا؟ نحن نقول شكرا صديقي، نحن نقول بأن هذا التغيير يجب أن يكون هو خيار الشعب في ذاته، وأن الشعب هو الذي يحدد ما الذي يريده وما الذي لا يريده. تفضل صديقي. تقول أن الشعب البحريني راضي بهذا الوضع، إذن لماذا ثار الشعب البحريني؟ الشعب البحريني صديقي راض بالوضع أنه لا يطلب مطالبة قمعية، وفي لا يطلب أي أن الأنظمة البحرين صديقي هي نظام مستقر تماما. لماذا نقوم بالثورة؟ الأمر الثاني، قالوا في محورهم الإنساني، هكذا رددت على المحورين، المحور الإنساني والمحور الحقوقي. أعود إلى محوري الآن، أبدأ بنقطتي الأولى وهي نقطة تأزيم الأوضاع. وقد أخبرنا التاريخ سادتي أن كل تدخل تم فيه تدخل بالقوة أو إمداد المعارضة أو كل ما تم باسم حقوق الإنسان في العراق، في أفغانستان، في كل تلك الأشياء، قد جرت هذه الدول إلى الحروبات، إلى النزاعات الطائفية، إلى تمزيق كيان الدولة ونسيجها، شكرا صديقي، وتمزيق نسيجها الاجتماعي، وقامت بتدمير الدولة وانهارت. على سبيل المثال لدينا ليبيا، ليبيا الآن منقسمة إلى حكومة معترفة بها، شكرا صديقي، وحكومة غير معترف بها، وهنالك نزاعات تتم في هذا الأمر. الأمر الآخر أنه تم تدمير السفارة الأمريكية وتم قتل السفير الأمريكي في ليبيا. هذه التدخلات وهذه الدعومات تقوم بتمزيق الأوضاع وتقوم إلى إراقة الدماء التي هي المقياس للعدل سادتي. عندما نتحدث، شكرا صديقي، عندما نتحدث عن العدل فإننا يجب أن نضع معيار الدماء في هذا، وأن كل خيار سيؤدي بنا إلى الدماء يجب أن نبعده تماما عن مسمى العدل، وأن هذه التدخلات كما أخبرنا على مسار هذا التاريخ قد أدت إلى انتهاكات في الدماء وإلى ملايين القتلى وآلاف القتلى وإلى تمزيق نسيج الدولة سادتي. شكرا صديقي. الأمر الآخر وهي نقطة الثانية تتعلق بطبيعة هذه الجماعات. عندما نتحدث عن جماعات مناهضة للدولة فإنها جماعات ليس لا يمكننا أن نضمن تمسكها بمفهوم القيم، وأنها فعلا تقوم بتطبيق ما تدعو إليه، خاصة أنها تناقض ذاتها بذاتها. إذ أن أصدقائنا يقولون بأنهم يريدون فرض الديمقراطية، ولأنهم يريدون فرض الديمقراطية يقومون باستخدام القوة، فهذا تناقض في مبدأ القيم الداخلية التي تقوم عليها هذه الجماعات المعارضة. عندما نقوم نحن بتقديم الدعم لهذه الجماعات التي لا نعرف ما الذي ستفعله بهذه الدعومات، ولا نعلم تماسك هذه الجماعات، ولا نعلم القيم المحركة لهذه الجماعات، ولا نعلم هل هي حقا تقوم بالمناضلة من أجل الشعب وضد القمع أم أن لها أجندة هي في ذاتها، فنحن لا نعلم كل هذه الأشياء، ولا نضمن عدم فساد هذه الجماعات لاحقا. والأموال التي تصرف هنا أموال كبيرة جدا. على سبيل المثال الدراسة التي أجراها مركز واتسون الأمريكي في عام 2013 تحدث عن أن الدعومات التي قدمت فيه أو أن الأموال التي استهلكت في حرب العراق وأفغانستان تجاوزت 3.7 بليار دولار. كل هذه الأموال تم تقديمها في هذه الحرب. هذه الأموال عندما نقوم بمد هذه الأموال في جماعات لا نعلم أهليتها، لا نعلم تماسكها، لا نعلم تمسكها بقيمها وتحدثها عن قيمها هذا، فإن هذا إهدار لهذه الأمور. وكما أخبرنا نحن لا نعارض الديمقراطية، لكننا نقول بأن هذه الشعوب قادرة على إحلال هذه الديمقراطية بصورة سلمية، وأن هذا الخيار الذي يدعو إليه أصدقاؤنا في فريق الموالاة هو خيار يقوم بإراقة المزيد من الدماء، وأن الغرب في ذاته ليس محلا للثقة سادتي. تحدثت عن محورين، محور يقول بأن كل تدخل على مسار التاريخ أدى أو أخبرنا أن هذا يقوم بتأزيم الأوضاع، والأمر الآخر أن هذه الجماعات في ذاتها ليست محورا مضمونا أو شخصا مضمونا نعطي إليه هذه الأموال، وأن هذه الأموال ستكون تبديدا لتلك الأموال. الثورة جنون والتغيير جذري، والمجتمع إنسان وإنسان، والوطن أمان، والدستور حبر وأوراق إن لم يكن نتيجة لكل ما سبق. سيدي رئيس لجنة التحكيم،
السادة الحكام الأكارم، زملائي من فريقي المعارضة والموالاة، جمهورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقديم الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية حماية للإنسانية وطريق للديمقراطية والسلم العالمي. كان هذا مبدأ قطعي صريح لازم وضعناه نصب أعيننا، مبدأ جعلنا نوالي وبشدة أطروحة المجلس الذي يرى بوجوب تقديم هذا الدعم العسكري والمادي للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية. كل هذا في سبيل تحقيق هدف راسخ واضح وصريح نرمو إلى تحقيقه، وهو إرساء الديمقراطية وإحلالها بشكل مطلق وتكريس مبادئ حقوق الإنسان وذلك على سائر الدول. هدفنا هذا سيدي الكريم لم يكن مسقطا ولا اعتباطيا، بل جاء نتيجة تمعن في سياق تاريخي ونظرة ثاقبة وبناء فكري وضعناه لبنة لبنة كما جاء على لسان زملائي. ولكن دعني أولا أفند ما أتى به فريق المعارضة، إذ أن المشكلة الأساسية في افتراضهم تكمن في مبدئهم الخاطئ الذي بنوا عليه موقفهم، أن مثل هذا الدعم يضرب الأمن والاستقرار الدولي، ونحن نعارضهم في هذا، إذ أن هذه الأنظمة القمعية أنظمة مجنونة كانت هي التي تضرب الاستقرار العالمي وتهدد الأمن من خلال تمويلها مثلا، ومن خلال تمويلها مثلا للجماعات المتطرفة ومحاولة إحلالها وبثها للإرهاب في كل مكان. مثال ذلك مثال ليبيا مثلا في الثمانينات والتسعينات، ومثال العراق الذي احتل دولة بأكملها بجواره، ومثال هتلر كما أقال زميلي، لا لسبب واحد، لأنها أنظمة مجنونة. سأخذك لاحقا. أرادوا تبرير موقفهم فقالوا أن هذا القرار يؤدي إلى تهزيم الوضع، مستدلين بحجة قالوا في منطوقها أن في التاريخ كل تدخل بالقوة أدى إلى تمزيق الكيان الدولتي، وهو ما قلته صديقي، وهذا نفانده لأنه يجانب موضوعنا، فنحن نتحدث عن تقديم الدعم العسكري والمادي فقط، ولا نتحدث عن التدخل نفسه. وسأربط معك كذلك في المثال الذي قلت عنه، فأنك تحدثت عن ليبيا، وهنا نعارضك، نقول لك أن ما يحدث في ليبيا الآن من الإخلالات هو نتيجة نظام معمر القذافي الذي وزع السلاح والذي هدد بنفسه قائلا أن ليبيا ستتحول إلى نار حمراء بعد رحيله، وكلنا نتذكر ذلك الخطاب الشهير، خطاب يكرس ويصور بصورة واضحة كاريكاتورية عن تعامل هذه الأنظمة الدكتاتورية مع شعوبها. دعني أقارن بين محاور المناظرة. تحدثتم عن هذا الإجراء ضرب لسيادة الدولة، وهنا أجبناكم من زاوية واضحة قلنا فيها عن أي سيادة تتحدث، أتحدث شعبا مقهورا ملزما داخل عن سيادته؟ تفضل. هل تقولون بأن على الغرب أن يتدخل في البحرين؟ نحن لا نتحدث عن تدخل، نتحدث عن دعم عسكري مادي إن وجب الأمر، وإن كانت هناك جماعات ديمقراطية كما أتى على تعريفنا المحصر والذي بيناه منذ قليل. قلنا لكم في محور السيادة عن أي سيادة تتحدثون؟ شعب مقهر ملجم يفقد كل حقوقه، دعنا نمحق هذه الأنظمة الدكتاتورية ثم نرسي السيادة شيئا فشيئا، وهذا ما نعيشه مثلا في تونس، فشتان بين رؤية العالم لتونس قبل نظام بن علي ولتونس بعد نظام بن علي. وهذا أربط معك في تونس أيضا، إذ قلت أن تونس مثال لكم، وهذا خاطئ، تونس مثال لنا. تونس تلقت الدعم المادي، نعم الحمد لله لم تتلقى العسكري ربما، ولكن تلقت الدعم المادي من خلال دعم الأحزاب السياسية التي عارضت وناهضت نظام بن علي، وكانت كل التمويلات تأتي من هناك، وهذا ما يقره كل السياسيين في تونس. تحدثوا عن أن الغرب ليس هو المؤهل مثل هذه المهمة، أجبناكم من زاوية فكرية، الغرب هو الذي يروج لنفسه كمصدر لهذه كمصدر لمبادئ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وهو المروج الأول لها، وهو صاحبها وباعثها ومستبنيها، وبالتالي فهو المؤهل الأول. قلتم تحدثتم عن أجندة تحدثتم فيها
بعبارات مسقطة ولم تأتوا ولو بمثال عن هذه بمثال واحد عن هذه الأجندات، وهو حكم على النوايا وأحكام مستبقة لا يمكننا الحكم عنها. تبين إذن بين لون الشاسعة بين الفريقين، بين فريق أتى بأوهام وأتى بتجن واضح على التاريخ، وبفريق أتى بحجج وبناء فكري متبين مترابط. بدلناه بمحور سياسي قلنا فيها أن على الدول الغربية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه شعوب العالم، وأن عليها أن تحاول تكريس هذه الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان ودعم كل جماعات تناهض هذه الأنظمة القمعية. تحدثنا في محور آخر قلنا فيه محور إنساني أن الأنظمة القمعية تنتهك حقوق الإنسان، ومن واجب الغرب إيقاف هذه الانتهاكات وخلق نوعا من موازين القوى بين جماعات تحارب وتقاوم وتصمد أمام هذه الأنظمة القمعية الكليانية وبين الشعب. قلنا أيضا في محور آخر حقوقي عن وجوب الدعم المادي والعسكري لتكريس حق الشعب في تقرير مصيره وفي العيش بسلام. بالطبع لكل شعب حقه في تقرير مصيره وفي تقرير مستقبله، وبإرساء نظام سياسي فيه التداول عن السلطة كما بيّن زميلي. وبالتالي علينا ألا نهمل هذه الحقوق. كل هذا كانت حججنا إذن مترابطة متماسكة متنوعة في سبيل إرساء مبدأ عام يقول أن تقديم الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية حماية للإنسان وطريق للديمقراطية والسلم العالمي في هدف واضح وصريح كنا نرمو إليه، وهو إحلال ديمقراطية شاملة وتكريس واضح لمبادئ حقوق الإنسان على كل العالم. كان هذا من خطاب الموالاة حقا قدمناه لحضرتكم نظاما، وعذرا إن أطلت القول إني أردت الاختصار فما استقام. إليكم تحيتي واحترامي ومعذرتي ختاما، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، ولا تمهل الأعداء يوما لغدرة، وبادرهم أن يملكوا مثلها غدا. سيدي رئيس المجلس، السادة المحكمون الكرام، زملائي في فريق المعارضة والأعزاء في فريق الموالاة، جمهورنا الكريم، تحية طيبة وأسعد الله أوقاتكم. جئنا اليوم نعارض قرار المجلس القائل بأنه يعتقد أنه يجب على الغرب تقديم الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية. ننطلق في ذلك من هدف أساسي، وهو إثبات أن الدعم المادي والعسكري المقدم للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية إنما يضر بالأمن والاستقرار العالميين. انتهجنا في سبيل معارضتنا لهذه القضية ولإثبات هذا الهدف منهجا يتكون من 4 حجج أساسية. تحدثنا أولا عن جانب انتهاك السيادة الدولية، ثم تحدثنا عن أن الغرب ليس طرفا مؤهلا بصورة كافية لتقديم هذا الدعم، ثم تحدثنا عن الأضرار المترتبة على تقديم الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة، وذكرنا طبيعة الجماعات المعارضة وتأثيرها وطريقة استغلالها لهذا الدعم. قبل أن ألخص حجج فريقي، سأبدأ أولا بتفنيد ما ذكره الزملاء في فريق الموالاة من حجج. ذكروا أولا بأن هدفهم هو حماية حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية والسلم والأمن العالميين، وإننا لنرى أنهم ناقضوا أنفسهم عندما ربطوا هذه الحجج بهذا الهدف الذي قدموه ودعوا إلى تحقيقه. تحدثوا في جانبهم السياسي عن أن تقديم الدعم المادي والعسكري من قبل الدول الغربية إنما هو واجب عليها، وأنها يجب أن تقدم هذا الدعم نظرا لتاريخها الطويل
الدولي في دعم حقوق الإنسان ومعرفتها بهذه الحقوق. يا أعزائي، إن كانت هذه الدول ديمقراطية وطبقت الديمقراطية على أراضيها، فكيف نضمن أنها بتقديم هذا الدعم تدعم الجانب الصحيح؟ وكيف أن هذه المعارضة هي الطرف الممثل للديمقراطية الحقيقية في الدول التي يقدم إليها هذا الدعم؟ ثم كيف يمكننا أن نفترض أن هذه الدول قد طبقت وبصورة صحيحة وكاملة حق الإنسان؟ كان هذا افتراضا ضخما منكم. فأمريكا والتي تصنف من الدول الديمقراطية هي من جاءت بغوانتانامو، وهي من جاءت بأبو غريب، وهي انتهاك واضح جدا لحقوق الإنسان. شكرا لك. وهي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، فكان هذا افتراضا ضخما جدا لم تدلل عليه. شكرا لك. تحدثوا كذلك عن أن تفشي القمع من جانب الأنظمة القمعية إنما سيمتد تأثيره بصورة كبيرة. ثم أنتم هنا تدعوننا لتقديم دعم مادي وعسكري لنظام قمعي حتى لا يتفشى شره، وتتناسون أن تقديم الدعم العسكري إنما يساهم بصورة كبيرة في إرساء الحروب الأهلية والمشاكل الداخلية وانتهاء السلم والأمن في داخل الدولة بذاتها. فكيف يمكننا أن نخل بأمن دولة كي نحمي أمن دول أخرى خارجها؟ شكرا لك، سأخذك بعد قليل. تحدثوا في جانبهم الإنساني عن انتهاك حقوق الإنسان بواسطة هذه الأنظمة القمعية، وافترضوا أنه وبإعطائنا سلاحا ودعما لهذه المعارضة، وكما سنوضح لاحقا أن هذه المعارضة ليس مضمونا طريقة استغلالها لهذا الدعم الخارجي، تحدثوا عن أننا عندما ندعمها ونعطيها مادة وسلاحا سيمكننا أن نضمن حماية حقوق الإنسان، وتناسوا أن الأمن هو من الحقوق الأساسية للإنسان، وأنه بهذا الدعم الخارجي سنخل بالأمن داخل هذه الدولة، وهو إخلال واضح وصريح بحقوق الإنسان. تحدثوا، شكرا لك سأخذك بعد قليل، تحدثوا في محور حقوقي وهو أن في حالة تقديم الدعم المادي والعسكري لهذه الجماعات المعارضة سنمنح الشعوب حقها في العيش بسلام، وتناسوا بأن الديمقراطية لا تفرض بالقوة، وبأن حق الإنسان لا يمكن أن يعطى بتغليب جانب على آخر باستغلال دعم خارجي. تفضل بمداخلتك. ألا تعلمين أن المسؤولين عن الانتهاكات في أبو غريب يحاكمون اليوم تحت القضاء الأمريكي؟ شكرا لك. وإن تمت محاكمتهم فحق الإنسان قد سبق وانتهك، ولا يمكنك أن تفترض في هذه الحالة أن أمريكا قد حافظت على حقوق الإنسان بصورة تامة كما افترضت، وأنه وبهذا الحق وبأنها حافظت على حقوق الإنسان من حقها أن تتدخل في شؤون الدول الأخرى. وبهذا أدلف إلى حجج التي تحدث عنها فريقي، وهي التي تؤكد هدفنا، وأن تقديم الدعم المادي والعسكري لهذه الجماعات المعارضة إنما يمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالميين من جانب السيادة الدولية. من المعروف بصورة واضحة ومنذ أن تكونت عصبة الأمم حتى تحولت إلى هيئة الأمم المتحدة أن الدول تتعارف فيما بينها على مبدأ السيادة الدولية وعلى حق الدولة في سياستها التي تطبق على أراضيها. دعم المعارضة والأجزاء والجماعات المارقة على الحكومة في دولة معينة إنما هو انتهاك واضح وسافر وصريح لسياسات هذه الدولة على أراضيها. ثم كيف لنا أن ندعم هذه الجماعات المعارضة ونحن لا نضمن أصلا هل هي تمثل حقا واضحا وراسخا ما تسعى إليه الشعوب؟ هل هي تعبر عن الإرادة القومية لهذه الشعوب كي نقوم بدعمها؟ إننا هنا ننتهك سياسة الدولة بلا مبرر واضح لهذا الانتهاك. ثم نتحدث، شكرا لك، تحدثنا كذلك عن جانب أن الغرب ليس طرفا مؤهلا لتقديم الدعم لأطراف أخرى في داخل بعض الدول، للغرب أجندته الخاصة. ومن الواضح سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الدول الغربية في تعاملها مع الأزمات المتكررة التي تحدث في أطراف أخرى من العالم. من الجلي جدا أمامكم أن التحالف وحلف الناتو قد قدم الدعم للمعارضة الليبية كون له مصلحة خاصة وأجندة يسعى إلى تطبيقها في ليبيا، بينما لم يسعى أبدا لتقديم دعم للمعارضة الموجودة في مصر. أليس ذلك تأكيدا واضحا على أن للغرب سياساته الخاصة التي يسعى إلى تطبيقها، وأنه يهدف إلى تحقيق مصالح على حساب أشياء أخرى؟ كذلك نتحدث عن الأضرار المترتبة على دعم أجهزة المعارضة في دول معينة.
عندما نعطي المعارضة مادة وسلاحا فإنها وبصورة واضحة سنذكي الحروب الأهلية وسنذكي الخلافات السياسية داخل البلدان المعينة، وبهذا نكون قد أضررنا أكثر مما قدمنا الفائدة. ويمكننا أن نرى وبصورة واضحة أن الشعوب هي من تثور وهي من تقدم رأيها، وبلا دعم خارجي. تحدثنا كذلك عن طبيعة الجماعات المعارضة وأننا لا نضمن الأجندة التي تسعى إليها هذه الجماعات، وبالتالي لا يصح أن نقدم الدعم لها. ختاما، تحقق ما رجونا أن يكون، فسموا نصرنا النصر المبين. سيدي رئيس الجلسة، السادة المحكمون، الإخوة في فريقي الموالاة والمعارضة، جمهورنا الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا نحن في فريق المعارضة نعارض هذا القرار جملة وتفصيلا، هادفين من ذلك كما بينا إلى إثبات أن هذا التدخل أو هذا الدعم المادي والعسكري من جانب الغرب للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية إنما يهدد الأمن والسلم العالميين. وفي خطاب ردنا سنحاول أن نتتبع مسار هذه المناظرة لنبين أي الفريقين كان أوضح حجة، وأيهم كان أرسخ بنيانا، وأيهم كان أوهن من بيت العنكبوت وكانت حججه عبارة عن تهافت واضح. قاموا في محور سياسي وتحدثوا عن أن الغرب هو المؤهل ليقوم بهذا الدور، وأنه مؤهل باعتبار أنه هو الأكثر ديمقراطية أو أنه هو الداعي لهذه الديمقراطية. تحدثنا وفندنا هذه الحجة ورددنا عليهم بأن الغرب إنما هو صاحب أجندة واضحة، وأنه إنما يسعى لمصالحه ولا يسعى لتحقيق الديمقراطية أو غير ذلك. ذكرنا أمثلة هاهنا واضحة بالتناقض الصريح بين دعمه في حالة وعدم دعمه في حالة أخرى. ضربنا مثالا بدعمه في حالة ليبيا وفرض الحصار العسكري أو فرض الحصار الجوي، وأنه لم يحرك ساكنا في حالات أخرى كسوريا ومصر. احتجوا على ذلك في بداية الأمر وقالوا بأن هذه الأجندة أننا نرحب بها إن كانت للشعوب، ثم عادوا مرة أخرى ليناقضوا أنفسهم وقالوا بأن هذه الأجندة ليست موجودة وأننا نفترض ذلك. تحدثوا في محورهم الإنساني وقالوا بأن ثمة انتهاكا للحقوق وأن على الغرب التدخل، وقالوا بأن ثمة انتهاك لحقوق الإنسان وعلى ذلك علينا أن نتدخل أو على الغرب بالذات أن يتدخل. بينا لهم خطأ تصورهم هاهنا، وأن هذه التدخلات أو هذه الدعومات المادية والعسكرية لهذه الجماعات إنما هي تؤزم الأوضاع بعد الدعم، واستشهدنا هاهنا بتجربتنا السابقة مع هذه النوعية من الدعم، وقلنا أنها لم تكن دائما إلا وبالا على هذه الشعوب. وذكرنا أيضا بحجة واضحة أن هذا الغرب ليس مؤهلا للقيام بهذه المهمة، وضربنا أمثلة هاهنا واضحة بحالاته التي انتهك فيها حقوق الإنسان بصراحة وقدم فيها أمثلة يعني لا يجوز تجاوزها. ضربنا مثالا بغوانتانامو وذكرنا مثالا بسجن أبو غريب، وكان واضحا أيها السادة. تحدثوا كذلك عن أن الشعوب مضطهدة وأن هذه الأنظمة إنما تجثم على صدورها. قلنا لهم أيها السادة من يحدد ذلك؟ من يحدد أن الشعب يريد التغيير في هذه اللحظة أو في لحظة قادمة؟ قالوا بأن هذه الجماعات هي مؤهلة لذلك وأنها تمثل الشعب. احتجينا على ذلك تماما ورددنا عليهم بأن هذه الشعوب إنما هي الوحيدة المؤهلة والوحيدة التي لها الحق والوحيدة القادرة على التغيير، وضربنا مثالا واضحا بحالة تونس وحالة مصر. تحدثنا أيها السادة في أربعة حجج. تحدثنا عن السيادة الدولية وأنها أصل في النظام العالمي، وأن أي إخلال بهذا الأمر، أي إخلال بالسيادة الدولية ودعم لأطراف غير قانونية في الدولة هو انتهاك لهذا الأمر، وأنه إنما يقوض النظام العالمي برمته وبالتالي فهو يهدد الأمن. تحدثنا كذلك عن أن الغرب ليس مؤهلا لهذه المهمة، وأنه هو ذاته صاحب أجندة وصاحب مصالح واضحة يهدف إليها مباشرة. وقلنا بأنه هاهنا لا يجوز لنا أن نرهن سلامة هذه الدول وأمنها الدوليين لهذه المصالح والأجندة. قلنا كذلك بأن هذه التدخلات وهذا الدعم الذي يقدم قد أزم الأوضاع في كل حالة قد تم فيها ولم يحلها أبدا. تحدثنا كذلك عن أن هذه الجماعات غير منظمة، وأننا لا نضمن تحولها لجماعات إرهابية أو فسادها المالي أو حتى التزامها بتلك القيم، قيم الحرية والديمقراطية. وأكدنا أخيرا أننا لسنا ضد الديمقراطية، بل قلنا بأن الشعوب هي القادرة وأن هي
التي تقرر، وأنه ليس لأحد أن يحدد بأن الوقت قد حان أو أنه يجب على دولة معينة أن تغير في هذه اللحظة. وضربنا مثالا بحالة البحرين وقلنا أن هؤلاء في فريق الموالاة إنما يدعون لتغيير في كل الأنظمة غير الديمقراطية بدعوى أن الغرب عليه أن يكون داعيا لهذه الحريات. أيها السادة، كان واضحا أي الفريقين أقرب إلى الحق وأيهم أقوى حجة وأرسخ بنيانا وأيهم تهافت في حججه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا فينا ما قالوا، لكن القول قول ميدان لا قيل ولا قالوا. سيدي رئيس المجلس، عدنا إليكم من جديد لننعش ذاكرتكم ببعض المحطات في مسار هذه المناظرة. لننطلق سيدي رئيس المجلس بفريق المعارضة. أمامنا فريق سمعنا من عنده تاءات عدة، ظننا لوهلة أنها تاءات تدليل وتأكيد وتعليل، إنما فوجئنا بأنها تاءات تأتأة أبرزت لبسا وضبابية واضحة لا شك فيها، برزت في متحدثهم الثاني الذي لم يستطع الإجابة عن المداخلة وتلعثم وراح مبعثرا أوراقه باحثا عن إجابة ثم تقدم إلى حججه. هذا أثبت عجزا واضحا حتى عن الإجابة عن المثال الذي طرحوه وهو البحرين. سيدي رئيس المجلس، فريق المعارضة فريق لم يفن تعريفنا في البداية حين قلنا أن الجماعات المعارضة هي الجماعات المشبعة بالديمقراطية، ثم راح يتهمها أنها الجماعات يمكن أن لا يمكن أن نعرف طبيعتها وكذا. إن لم تفندوه في محادثكم الأول فرجاء لا تعلقوا علي في متحدثكم الثاني والثالث، فاتكم القطار. أمر الآن سيدي رئيس المجلس إلى ما ارتكبوه من انزلاقات مفهومية متعمدة وليست بالبسيطة، إنها متعمدة لأنهم لم يكونوا قادرين على استيعاب الموضوع. تحدثنا عن الدعم فتحدثوا عن التدخل العسكري المباشر. هل الدعم هو التدخل العسكري المباشر؟ هذا يورينا سيدي رئيس المجلس أنهم تعمدوا الخروج عن الموضوع لغياب الحجج. سيدي رئيس المجلس، ارتكبوا كذلك انزلاقا مفهوميا آخر، إذ أنهم في المثال الذي ارتكزوا عليه أي البحرين قلنا أجبناهم بشكل واضح، ولكنهم واصلوا انزلاقهم المفهومي أنه لا يمكن الحديث على الدعم إلا إذا وجد الركن الأول وهو الجماعات المعارضة المشبعة بقيم الديمقراطية، وبالتالي إن لم توجد ديمقراطية في دول أو لم يوجد الدعم لدول أخرى فربما لأن الركن الأول لم يتوفر بعد. وتحدثنا أنا شخصيا كمتحدث أول عن التراكم والتشبع أولا بقيم الديمقراطية ثم التقدم. سيدي رئيس المجلس، أمر ببساطة لأني لن أطيل الحديث عن نقاط ضعفهم، فهم فريق تعود بالحديث عن كلمات السيادة والقانون أمام ثورات وانتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي لن أطيل في تعداد ضعفهم. سيدي رئيس المجلس، أمامكم فريق الموالاة. فريقنا انطلق من مبدأ عام ألا وهو أن تقديم الغرب الدعم المادي والعسكري للجماعات المعارضة للأنظمة القمعية هو حماية للإنسان وطريق للديمقراطية والسلم العالمي. فتعددت ترسانة الحجج التي قدمناها في ثلاثة محاور: سياسية، إنسانية، وحقوقية. خدمت كلها، إن تبعتم الخيط الناظم لتفكير فريقنا، خدمت كلها الهدف الذي رصدناه منذ البداية وهو إحلال الديمقراطية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان. فريق قدم نسيجا بنائيا حجاجيا بتاءات ثلاث، ففي كل حجة قدمناها كان المنطوق واضحا وكان التفسير مستوفيا وكان المثال واضحا. وفي بعض الحجج قدمنا مثالين، كالحجة الأولى قدمنا فيها مثالا صدام حسين ومثال هتلر. فريق له صرح ثابت، المبدأ، له هدف، واستخدم قضية المجلس كفريق موالاة كحل وضعه وهدف كحل يبلغ به هدفه. سيدي رئيس المجلس، نحن كفريق موالاة نعتبر أننا انتصرنا لقضية عادلة. نحن كفريق موالاة أهنئكم سادتي بفوزكم، لأننا اليوم برهنا على أننا فريق له القدرة الأسلوبية والمنهجية للتناظر وله المحتوى المرتبط بالموضوع لا الخارج عن الموضوع. خلصت الرواية وفض المسرح، وإني لا أرى إلا فريقا واحدا فائزا وهو فريق الموالاة. ولكم سادتي الحكام سداد الرأي، والسلام عليكم.